شربت البروكلي أو بروكلي سوب، كوبير من البروكلي المقطع وحبة بطاطا مقشرة مقطعة، 3 أكواب من مرق الدجاج، بصلة مفرومة، ربع كوب من الكريمة والقليل من الملح والفلفل. عظيم. في ناس بيسألوا ديالا إنه لما يبعت مسج ما يكتب اسمه، ما يكتب اسمه، خلاص احنا بنرجع بنتصل بالرقم. هلا اذا حب تحط اسمك برضه ما بيأثر، بس احنا رح نتصل بالرقم التليفون عشان هيك انه ما في على الاسم، احنا على الرقم. خلاص اخواني بعتوا مسجات، بلكي هلا دخلتوا انا نقيت الاسم بصير. مين بنقيه؟ مش انت، مش أنا. ولا انا ولا حدا. الكمبيوتر الكمبيوتر لحاله. طيب اذا شربت البروكلي طبعا بتبدا في قليه مكونه من، ممكن استعمل الزبده ممكن استعمل الزيت، بس انا بستعمل الزيت. وبنبدأ في تجهيز القلية البصل. طبعا بعد ما البصل يبدأ يتقلى راح أضيف له شوي من الملح، اوكي، وكمان شوية من الفلفل. زمان عن كرفان اشتقنا لهم، والله اشتقنا احنا لكرفان، ميس بتقول لك كل اللي بكرفان. اوكي، وبعديها عندي البروكلي طبعا جاهز. طبعا اعزائي ننتبه، عمليه ننتبه انه يكون في حشرات بالصيف، شو بكثير الزهره والبروكلي بنغسلها منيح ونشيك عليها حبه حبه، هذا موضوع كثير مهم. فبنضيف البروكلي وراه مباشره. شف الصفار اللي بيكون على هيك خفيف بالبروكلي بياثر، هذا بيكون قله مي، قله مي. بس مش يعني خراب يعني، لا بالنكهه ما بياثر اكيد. ويقلب بهالشكل. هون راح استعمل حبه بطاطا صغيره، هو عامل تكثيف، عامل تكثيف ل الشوربة. اوكي، نضيف، نخليها لزجة اكثر. نعم، مش لزجة، متماسكة اكثر. متماسكة. بعدين راح اضيف 3 أكواب من مرق الدجاج. هسا انتم لما تطبخوا عندكم في البيت، تسووا مقلوبة، تسووا طبخة، فننتبه انه هالمي، مي الدجاج اللي بتظل عندنا او المرق، نحفظه بالثلاجة، ممكن يظل عندك 3 أيام بالثلاجة من دون ما يخرب، ونستعمله للشوربات. فهون راح نضيف له طبعا 3 أكواب من مرق الدجاج، نتركها لمدة ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص، كل شو عندك النار. إذا كانت النار قوية بدها ساعة، هدوا عليها النار شوي، بدها أطول بس تستوي أكثر. وبالآخر حيطلع عندك شوربة بهالشكل. هذه هي موجودة أمامكم بعد تقريبا ساعة، ساعة ونص. الآن لازم أنا هاي الشوربة أعمل عملية طحن وأضيف عليها الفرش كريم. في حال ما حبيتوا الفرش كريم بس اطحنوها وقدموها من دون كريمة. يعني في ناس يقول لك احنا ما بنحب الكريمة، اوكي؟ اقل دسما يعني، بجوز مش يعني شوف هسا احنا بالاخر ممكن ناكل اي شيء بدنا اياه، صح، مش ضروري ناكل كثير، صح، ناكل كميات قليلة، صح، ونكون سعيدين فيها، احسن ما نكثر والله عم يذيقنا وكذا. يزيد في حلو كثير، في سيدة فاضلة اسمها نور بتقول لك كيف ممكن نتواصل مع الست اللي حكينا عنها برؤية الخير. قبل ما أحسنك ستي، بتدخلي على الويب سايت تبعنا اللي هو www.ruya.tv، بتدخل عند قسم الأخبار في تاب محطوط اسمه رؤية الخير، بتقدر تكبسي عليه وتشوفي كل الحلقات. أنا للأسف مش متذكر، خليني أرجع أقعد محلي عشان الكاميرا، أيوة. للأسف مش متذكر أي حلقة كانت، بس هي مبارح أتوقع، فيعني بدها تكون رقمها يعني الحالة رقم. احنا بأي يوم ديالة؟ احنا اليوم برمضان 18 اليوم، 18 اليوم 19 19 18 17. وحتى مش شرط بس هاي الحالة، كل الحالات اللي شفناها كانت يعني حالات اكيد بدها مساعدة، وان شاء الله خير يعني. في والدة سالي البشاوي بتقول يزيد بنتي بتموت عليك سالي، اهلا بس سالي. هيك سلم عليها، سالي البشاوي اسمها، سالي بشاوي انا بحبك كمان وانت كمان وبغار عليكي. ها لا كثيرك. تسلمي تسلمي. شيف بيقولوا بصير نحشي البطاطا بشيء ثاني من اللحوم؟ طبعا يعني دجاج، ممكن لحمه، لحمة، دجاج، ممكن فطر بس. نعم فطر، يعني هي اصلا الطبق طبق عالمي يسموه بوتيتو سكن، هي قشرة البطاطا، ممكن نضيف عليها أي شيء بدكم إياه. هاي الشوربة عندي بس غلوة صغيرة بتكون جاهزة، هاي كمان الشوربة أمورها تمام وجاهزة، بس نقدمها. كيف ممكن يأذن هلا مثلا؟ ممكن يأذن العصر أذن هو. بس الواحد يمسك الصحن ويروح فيها على العقبة عشان.
هاي الشوربه كمان جاهز صارت عندنا هون كمان، وضيعنا طبق واحد اللي هو طبق عيش السرايا او هو حلويات. هاي بده شغل، بده ورشه. هذا بده ورشه، هذا راح يساعدك فيه مزبوط. صعب يعني، في ناس بيحكوا على الفيسبوك شيف اختبر لنا يزيد وخضراته. انا شاطر، انا بحكي لكم شاطر جدا ما شاء الله عليه.